تفضل. انا الطالب محمود عبد الله محمود من قفا الذئاب في مدرسه جاره تجريبيه للغات. فكرت في فكره مشروع هنسميه طياره الانقاذ، هنستخدمه بسبب بعض المشاكل اللي بتحصل في مع رجال الاطفاء في ان هم يعني ما بيلحقوش ان هم يطفوا الحريقه. فكره المشروع بتاعي هي عباره عن طياره هنستخدمها ان احنا نبعتها للمكان، هنستخدمها بطريقه ريموت كنترول. هيبقى موجود هنا شاشه عشان نعرف اللي الكاميرا بتصوره، دي هتتبعت في المكان اللي موجود فيه الحريقه بالكاميرا دي. الكاميرا بتلف 360 درجه، هنحطها في زجاج حراري، قبه من الزجاج الحراري عشان نمنع اي مشكله تحصل لها من النار اللي هتبقى موجوده. هنستخدمها في تصوير كل المكان عشان نساعد رجال الاطفاء اللي طالعين يعرفوا ايه المكان اللي هم يقدروا يخشوا منه على طول، يلحقوا ان هم يحاول ان هم يطفوا المكان ده بسرعه، يعرفوا ايه الاماكن الحيويه اللي موجوده في المكان. لان مثلا لو شركه ليها اماكن حيويه بيخزنوا فيها حاجات معينه، يعرفوا ايه المكان اللي هم يقصدوه اول حاجه عشان ان هم يلحقوا الحريقه دي. اي حاجه هتتصور بالكاميرا هتبقى موجوده هنا بالشاشه دي، هتبقى موجوده مع واحد متخصص موجود مع الرجال دول، وعن طريق اي سماعه حتى لو سماعه الموبايل يقدر يتواصل مع الجماعه الموجودين فوق، يعرفهم ادخلوا مثلا المكان الفلاني هو ده اللي فيه مصدر الحريقه، ده اللي انتم المفروض تلحقوه، ده اللي انتم المفروض تروحوا عشانه عشان احنا نساعد ان احنا نلحق الحريقه دي باسرع وقت. قد انت مشروعك ده فين يا محمود؟ احنا اول مره ان انا احاول ان انا اشارك فيه كان موجود هنا في مركز التطوير التكنولوجي في طنطا، جالنا جواب المدرسه وجينا قدمنا المشروع. المركز ساعدك وبنى المشروع ولا؟ طبعا، وقدموا لنا جوابات ان احنا نروح كليه الهندسه هنا في طنطا، ان احنا نقعد مع المعيدين ونقعد مع الدكاتره عشان نقدر نعرف ازاي نحقق حاجه زي كده. شكرا.